غطية عندنا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قدام المحل ديالي، محل قدام محل قدام المحل ديالي مشى، زعما ما يدخلش حتى حنا المحل. لا ما دخلت شي حاجه. فينا الضو حنايا؟ فين جيت حنايا؟ حاجه ياك. اللهم اجرنا من نار جهنم، اللهم اجرنا من نار جهنم. بحال بحال بحال. لا دابا السلام عليكم. انا واحد من الساكنين هذا الحي هذا، كان بيع ويشري هنايا في سوق كاساورطا، وتفاجأنا شفنا الدخان بكثره طالع في واحد الدار. جينا جبرنا كيبيعوا مويبليس، كيبيعوا مطارب، كيبيعوا فروش هذا الدار بونج، والسبب هذه الحريقه الشارج. نساوها كيشارجي وخلاوها فوق واحد بونجا، وشعلت العافيه، وشعلت العافيه بزاف الدار كامله، كتعطل تصحق تبع واحد الخزيني اخر. السلام عليكم خوتي، نتوما كتشوفوا شني كاين. طلعنا الدار، كنا في الدار ناعسين كنجبروا حريقات، قال لك الساج ما الساج الدار تاقا خوتي، حنايا تخلعنا ودنا بحالي خايستيتو تسخنا داخل طلعوا، وما كانوش الدراري كصبارات ما كانوا يعملوا والو، واخا جاو بومبيروس عشقونا شي شويه بحق دري الحومه، وما اللي عادلوا هادشي هذا. انا عيطنا لهم، انا عيطت لهم اللي كان باقي غير الدخان خارج، باقي كلشي داخل. انا نعاون كاجيتين وبومبيروس لقينا الناس ديال الحي بقاو كيعيطوا لهم، وجاو جاو كلشي ربع ساعه باش جاو، حتى كتحرق واحد المحل كامل عاد جاو بومبيروس. وينو الله نقدو موقف شي شويه. قدام الحريقه ربيت لي الخبز. مجدود كان الدخان غير في متاع شي سير كويته بداو نضافوا الخونزه، هذا مزل ما كيحلوش، هذا غير ديكور عام. الناس اللي تخلعت عليا ما تخافوش، انا في امان الله في يد الرحمن، وفلوس في الله. وما نقولكمش شحال ما وصلت لهذا المحل، بما قال لي كلاني كنت غنمشي للمحل، لان تخايتي تكون بعيده ويعيط لك شي واحد يقول لك المحل ديالك كيتحرق مثلا، كيفاش عاد كتحس؟ ما يقولوش المحل اللي قدامك، يقول غير المحل العافيه قدام المحل ديالك. دريت ساكنة الحي كامل يتعاونوا معاه، وما اللي سبوا له باش ما تحرقتلوش السلعه ديالو، واحد فئه قليله اللي تحرقت له. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.